هالنوع من الكومنتات تجبرني أرد أستخدم الألوان مع أني كلش مو عاجبيني. يلا خلنا نرسم بهم كأنهم ألوان مائية وبحاول أسوي لوحة سريعة علشان ما أضل أرسم بهم مدة. حق لوحات الألوان المائية لازم أول شيء أثبت الورقة بتيب. نزلت الألوان في الباليت مالهم. باخذ ماي وبشيل اللون الأزرق بحط اللون هني. خل بجرب أحط تحته ماي. بحط هني وردي. شوف شلون يدمجون بالماي. فرشاة كبيرة بحاول أدمجهم بطريقة أسهل. بجرب الحين أخذ أبيض وبرسم شمس هني. قاعدين تشوفون إيش كثر اللون ينرفز. خل بنطر تنشف بحط عليها أبيض من الأكريليك مالي. بجرب الحين بالأسود أرسم عمارات. أحط تفاصيل في اللوحة لأن كلش مو عاجبتني. بقط نجوم. بسوي درايش بالأصفر. بشيل التيب. خلاص شوف اللوحة شلون صارت. أوكي يا جماعة الألوان نقدر نستخدمها كألوان مائية بس بعد مو عجبتني. مثل ما قلت في آخر فيديو أنصح بها للأطفال.